سر الباتع. خالد يوسف اختار موضوع شديد الصعوبة ويستلزم مجهود كبير، بس دايما خالد يوسف قدها وقدود. سره الباتع، سره الباتع الناس كلها بتتكلم عنه وبتتكلم على مسألة ما بين الراوي وما بين الحدث. المسلسل ممكن انت تشوفه تاريخي، واحد زي حالاتي هيشوفه سياسي. احنا نسأل الفنان الكبير الأستاذ صلاح عبد الله. ازاي حضرتك يا أستاذ صلاح؟ أهلاً. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. وحشني وأنت طيب. وحضرتك أكتر. على أهل بيتك. يا رب يخليك يا أستاذ صلاح. آمين يا رب، آمين يا رب يا أستاذ صلاح. هنرجع تاني لمسألة مسلسل سره الباتع، وزي ما أستاذ صلاح قال هو بترجع للعصر بتاع الحملة الفرنسية، وتحديدا اللي بدأ في 1798 وانتهى بثورة القاهرة الثانية 1801، وهي بالمناسبة برضو هي فترة شديدة الثراء من تاريخ مصر، وده مهم جدا انك انت تقرأ هذه الفترة. تبدو ان الفترة دي 3 سنين، هي 3 سنين بالحساب العادي، لكن هي فيها زخم من الأحداث وفيها ثراء من الشخصيات المهمة في تاريخنا بالمناسبة. طيب أنا أقول لكم حاجة لطيفة، احنا هنطلع الأول مشهد وبعدين نحاول نكلم أستاذ صلاح مرة تانية، وهنحاول ندعو أستاذ صلاح يجي لنا في البرنامج حتى ولو بعد رمضان، لأن أستاذ صلاح واحد من أهم الحكائين، خد بالك، يحكي ما بين الفن والمجتمع والسياسة. ولو سمعني دلوقتي هتلاقيه بيبتسم. خلونا الأول نشوف مشهد من سره الباتع ونرجع نكمل الكلام. يا مريم أكل أختك. كلي كمان يما، علشان تطلعي العيال من جدتك. مش انت برضه بتقولي لي كده؟ ما انا اكلت يا ضنايا، وبعدين هو احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده انا قلت خلاص هقبل وجه كريم، سبحانه من قومني تاني. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. ايوه سبحانه مسبب الاسباب. تعالى حاج، تعالى. رحت المشوار اياه ولا لسه؟ لسه يا جدي. لسه يا جدي؟ اخص عليك يا حامد، ليه كده يا ابني؟ ده وعد الحر دين عليه، انت ندرت وكان لازم توفي بنادرك. امسك يا حامد، امسك، خد، روح اوفي بنادرك، وبعد كده عود نفسك يا ابني، لو قلت كلمه ما ترجعش فيها ابدا حتى لو كان فيها موتك. هيعرف هو مين وازاي بيعمل الحاجات دي هو ميت؟ مين اللي سماه سلطان وليه؟ راح عليا شويه يا حامد، ده انا زيك. يعني انت برضه يا جدي ما تعرفش اي حاجه زيي؟ لا انا ولا غيري. احنا اتولدنا يا ابني لقينا المقام موجود في البلد والناس بتتبارك فيه، ولا حد يعرف هو مين ولا ايه حكايته، بس اللي عرفناه وتاكدنا منه ان ما حدش لغى له وخيب معاه ابدا، زي ما حصل معاك بالظبط يا حبيبي. هو بصراحه شغال معايا. قصدت في الامتحانات ونجحت. وقصدت في مادة مدرس الحساب وظبط ونجد. طبعا. وقصدت في عيامي فلح. طيب عايز ايه تاني يا حامد؟ خلاص مش مهم هو مين. ازاي جدي مش مهم؟ انا هعرف لوحدي. احنا رجعنا تاني مع استاذ صلاح عبد الله ولا لا؟ قولوا لي اه. استاذ صلاح. قالوا لك اه ازاي؟ قالوا لي اه. معلش هي مشكلة السيجنال، يمكن بعد الفطار بقى ولا حاجه. ممكن نبقى عاملين كده زي الفيلم بتاع ناصر صلاح الدين، الابراج اللعنه على الابراج ودي الشبكات. ماشي الحال. طيب بنرجع مره تانية الى انه المسلسل فيه من السياسه وفيه من التاريخ، وعندنا جزء بيدور في الثمانينات وجزء بيرجع بينا لعصر الحمله الفرنسيه، يعني اخر القرن ال 18 واول ال 19. تمام. طيب دي صعوبه والثمانينات يا يوسف دي هتوصل بينا، مش عارف الجملة اتسمعت ولا لا، تقريبا هتوصل بينا ل 30 يونيو هذا اليوم العظيم اللي انا بعتبره العبور الثاني. يعني عظيم جدا. ما احنا وصلنا لحد 30/6، ده معناه ان المسلسل اكيد سياسة. بص بقى، في سياسة ونقدر نقول كمان اجتماعي طبعا، لان احنا بنستعرض الاسر المصريه صح في الفتره التاريخيه الحديثه، وبرضه الاسر المصريه على فكره في الفتره بتاعه الحمله الفرنسيه طبعا. ايه اللي شجع استاذ صلاح عبد الله انه يخش المسلسل ده؟ والله الجرأة في التناول. أول مرة أشتغل مع خالد يوسف، يعني حتى هو ما راح تصور قاعد يقول لي إيه 20 سنة أهو بحاول أستدعيك وما بنتوفقش وبتاع،
وهنا الدور على فكره يعني ايه يعتبر ظهور خاص، بس ظهور خاص مهم، لان حتى المشاهد اللي انتم استعرضتوها المشاهد دي هي بدايه الحكايه. صح. من خلال هذا الرجل الفلاح الطيب الحكيم بالفطره اللي ممكن يكون ما بيعرفش يقرا ويكتب، بس مصري، واخد بالك، مصري بجد يعني، مش مصري في البطاقه، مصري حقيقي، وعنده ايمان بانه المقام ده هو له قيمه وهيبه، وهو ما يعرفش، بيقول لابنه هو ما حدش يعرف يعني ايه الحكايه او ايه اللي ورا الحدوته دي يعني، او ليه ده بقى مقام او والناس بتتبارك بيه. انما بيقول له يعني ما دام انت يعني امك خفت اما ولعت له الشمع وانت نجحت وكده خلاص يعني انت خسران ايه؟ بص بيقولها ببساطه قوي وبلذاذه، ومن خلالها بقى يوسف بنبتدي نستعرض مين حامل دوه. فمن هنا يبان السر الباتع لصاحب المقام ابو سر باتع. وكده السر الباتع في ايه بقى؟ ايه السر الباتع ده بقى؟ هنكتشف من خلال بقى استعراض سيرة حامد اللي هو أحمد السعداني، وحامد اللي أنا أصريت إنه يتسمى حامد عشان يعيش اللي هو أحمد فهمي. رائع جدا. هنشوف الأسرار الباتعة بقى. حلو جدا. أنا عايز السر الباتع بتاع الأستاذ صلاح، ومش هتقل وأقول في رمضان، بس بعد رمضان. السر الباتع في الحكي، لانه انا عارف انه الاستاذ صلاح عبد الله هو مهتم جدا بمساله التاريخ الاجتماعي ما بين الاجتماع او المجتمع والسياسه، فصاحب حكاوي وراوي وحكاء عظيم. تدلنا الفرصه دي ولا ايه؟ العفو 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 يا جو، يا رب يخليك يا استاذ صلاح، ربنا كريم وييسر الحال ان شاء بإذن الله. باذن الله يا استاذ صلاح، بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب، ورمضان كريم على حضرتك وعلى الأسرة كلها يا رب. الله يخليك، وأنا سعيد بالمشاركة معك. احنا أكتر يا فندم. وأقول إيه يعني، يا رب يا رب بحق النبي. آمين. يعني ينصر بلدنا. آمين. ويحفظها ويحرسها من الحاقدين والحاسدين، واللي بيتاجروا باسم الدين واللي بيتاجروا باسمنا يا يوسف. والله العظيم. والله العظيم. منصوره باذن الله، منصوره. يا رب يا رب. ربنا يخليك يا استاذ صلاح، الف شكر للفنان ونجمنا الكبير استاذ صلاح عبد الله.